يعني مساءكم سعيد متابعينا مشاهدين الجريدة الوطنية دقيق 24، يعني وفي إطار متابعة لقضية أو لموضوع الرعاة الرحل سواء بالجنوب المغربي أو بالشرق المغربي، يعني وفي إطار تقريب الرأي العام من جديد هذه القضية، نستقبل وإياكم رئيس جمعية كسابة الجنوب لكي يعني يعطينا موقفهم هم الآخرون حول هذه القضية. مرحبا بك سيدي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتحدث بوبكار بولقلاع رئيس جمعية كسابة الجنوب للتنمية والتعاون قليمين. يعني ما هو موقفكم يعني ككسابة الجنوب بالصحراء المغربية حول ما يقع يعني كل سنة تقريبا في هذا الوقت بالذات؟ نتأسف على هذا الشيء اللي روجوا له هذه الصفحات عبر الفيسبوك مثلا، هاد بعض الإخوان بعض الفيسبوكيين اللي كيروجوا لهاد إشاعات لا أساس لها من الصحة، على أنهم الرعاة كيعتادوا، على أنهم الرعاة يتعداوا على ديال الناس، وعلى أنهم يضربوا الناس، وعلى أنهم يشبهون بالمجرمين ولا غير ذلك. هاد الشيء ما كاين، هاد الشيء ما كاين منه. الحمد لله دابا كتشوفوا الكسيبة هذه هي كترعى في مكان اللي هو مسموح فيه الرعي، بعيد من الأشجار، بعيد من الفساد، بعيد. احنا كجمعية كسابة الجنوب دائما مواقفنا على أننا كان شي اعتداءات والله شي حاجة كنستنكروا هذا الشيء كجمعية وكهيئة من الهيئات المجتمع المدني، كجمعية من جمعيات المجتمع المدني. لهذا كان بعض الإخوان اللي كاينين في الفيسبوك الله يهديهم كيروجوا لشي صور لا أساس لها من الصحة، صور كاذبة وفيديوهات كاذبة على أنه على انهم الرعاة كيضيعوا ديال الناس، وعلى انهم الرعاة كياكلوا ديال الناس، والله كيرخوا في الزرع ديال الناس ولا كذا. ها انتم الان تشوفوا الكسيبه الحمد لله راعيها. احنا الان متواجدين بمنطقه بن عمان ضواحي تيزنيت، جينا زياره للرعاة ديالنا، الناس اللي جاي من مختلف المناطق في الجنوب، من عمله اصزاك، من عمله قليمين، من عمله الداخلة، من عملة العيون، من عملة بوجدور، من عملة السمارة، من طنطان، ومن غير ذلك. وكاين من بعض الإخوان جايين من الشرق حتى هما جايين من الرشيدية، من مختلف الأماكن. لهذا كنقول على أنه ذاك الشيء اللي كيروجوا له في الفيسبوك لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. أنا الجمعيات رانا قايمين بالدور ديالنا ياك سمعت، والسلطات قايمه بالدور ديالها، واللي تكالت ليه شي حاجه والله تعدى عليه حد والله شي حاجه، راه السلطه فاتحه الابواب ديالها سواء الدرك الملكي او القائد او المخازنيه ولا غير ذلك. لهذا كنطلبوا من الساكنه تحاول تساعد مع الرحال. الرحال راهما ماشي من موطن ثاني ولا وطن اخر ولا شي حاجه، راهم غير مغاربه، مغاربه فقط، مغاربه بحال بحال ياك سمعت. احنا ما يمكننا نديروا لا فرق بين هذا الشلح ولا هذا الصحراوي ولا هذا امازيغي ولا، احنا كلشينا واحد، كلشينا تحت رايه واحده تحت الله الوطن. احنا راه عندنا اخواننا، عندنا اصحابنا شلوح، عندنا اصحابنا في السوس، عندنا اصحابنا في الصويره، عندنا اصحابنا يعني عندنا ناس بينا معاهم، ناس بينا معاهم. يعني هذا الشيء عيب، هذا الشيء حشومه، ما خاص يبقى يقولوا ذاك صحراوي ذاك كذا وذاك كذا. احنا اخوه واحد وبلاد واحدة، ورانا مع الحق ومع القانون، مع الحق ومع القانون. واللي تكالت ليه شي حاجة، نداء الإخوان السواسة، اللي تكالت ليه شي حاجة، اللي تكالت ليه شي حاجة والله تكال ليه شي زرع، والله تكال ليه أشجار زيتون، والله جمع ليه حد
ياك سمعت، رانا حنا راه الاشاره وراه السلطه راه الاشاره، وحنا كنتعاونوا باش نوقفوا هاد المشاكل وهذا الشيء، ياك سمعت، وكنطالب من السلطات على انها تاخذ موقف ضد هؤلاء اللي كيروجوا للفتنه وكيروجوا لذاك الشيء. وربما هاد الشيء راهو مدعمينه احزاب سياسيه، احزاب سياسيه. انا كنقول للسياسيين لا تتدخلوا في مواضيع متعلقه بالرحل، الرحل ما خاصكم تدخلوا في مواضيع ديالهم، وهذا الشيء راه كيدير المشاكل. هذا الشيء راه اللي عنده شي حاجه، اللي عنده شي طريق معوجه، والله عنده شي طريق مقاده، والله عنده شي حاجه مصلحه في البلاد ديالو، كيبغي يلهي الساكنه موضوع الرحل. السي محمد خدم بلادك وخدم، قم بمسائل ديالك، وما تتدخل مشاكل الرعاة والرحل باش يتلهوا فيها الساكنه، ياك سمعت، وباش كذا. لا، هادشي غير معقول، هادشي غير قانوني. لهذا كنطالب الاخوان على انهم يتفاهموا الموضوع. الصحراء الان فيها الجفاف، ما فيها لا ربيع لا والو. هاد المنطقه ديال سوس وهاد المنطقه ديال الداخل هو اللي فيه الربيع وكذا، والناس راهي كتسترزق، الله يحسن العوان، راه عائلات عايشين هنا، شاحنات عايشين، الناس كلشي عايشين في هاد الكسيبه هذه، راه واحد الشريحه ديال المجتمع كبيره عايشه في هاد الكسيبه. انت كاع هاد الزرع مثلا الى نجح كاع هاد الزرع وحصدتيه، ياك سمعت، وكان عندك زرع كثير، من غادي تبيعه؟ راه غادي تبيعه لهذاك الكساب، الى ما كان هذاك الكساب لمن غادي تبيعه؟ راه في اخر مطاف كيشري هذاك الكساب، تبان شكون اللي كيشري الكساب، علاش؟ شكون اللي بغى ياكل؟ عاد تاكل على الكسيبه، يعني كدور كتجي للسوق سميت، يعني هذا لا غناء للفلاح عن الكساب، لا غناء للمزارع عن الكساب، ولا غناء للكساب عن المزارع. لهذا رانا حنا خوت، ورانا الحمد لله خاص يكون التعايش، وهذا الشيء راه ماشي قديم، هذا الشيء ماشي قديم، هاد الكسيبه، والله هاد كاين اللي كيقول لك الرعاه الرحل الجائر وكذا، الكسب الجائر، هاد الشيء لا، هاد الشيء راه من زمان، هاد الشيء من زمان، وحنا التعايش بيناتنا، وبيناتنا الخير، وبيناتنا الموده، وبيناتنا الجوره، وبيناتنا هاد الشيء، ما تبقاوش تدعوا عليه الناس اللي كيبقاو يروجوا الصور في الفيسبوك وكذا، هاد الشيء غير قانوني، هاد الشيء هاوك الصور اللي راه كثير من هادوك الصور كيتاخذوها من شي جنان، الا كره شي كساب كيجي في دوك الايامات ديال الجفاف كيكروج الناس الجنان، يعني جنان كيكون فيه المرض ديال القرموزيه، ياك سمعت، ومول الجنان كيجي يكري داك الجنان وكتجي تسرح فيه الكسيبه، وكيكون واحد دايز من الشانطي بقى يصور ويصيفط في الفيسبوك يقول لهم صحراوي كي، لا عشومه هاد الشيء، حنا لا فرق بيناتنا، هاد الشيء هاد الصور لا اساس لها من الصحه، وانا متحمل مسؤوليتي فيها، لا اساس لها من الصحه، ولهذا الحمد لله انت الناس سارحة بخير وعلى خير. ها الزرع ها هو، إلا بغيتو دابا نشوفو الزرع ندورو بالفدادنا هنا، راه ما كاين فدان موكول، ما كاين الحمد لله، الناس كلها مقابل ديالو، كلها مقابل الكسيبة ديالو، السلطات راه كتشوف، السلطات راه كتجي تضرب دورها هنايا. بالنسبة لواحد القائد الله يهدينا ويهدي، جا للناس هنايا اليوم، جا اليوم في منطقة بونعمان، جا وقال لشي صحراء لشي رحال هنا تيان، قال لهم مرحلو، قال لهم مرحلو، علاش؟ لقاهم سارحين في غاف الخلا ويقول لهم مرحلو، علاش؟ لا ما علاش ترحل؟ مش من حق، واش عندك، واش جاتك شي حاجة، واش جاك شي قرار من الوكيل، جاك شي حاجة، شي ورقة من الوكيل، شي دعوة من الوكيل على أنك ترحل هذوك الناس؟ مش من صفة ترحل، مش من صفة، واش هذا ماشي وطن ديالهم؟ حشومة هادشي ماشي في مستوى السلطة، هادشي لا يليق. صيفتك رئيس جمعيه كسابات الصحراء، يعني ما موقفكم حول الصراع القائم يعني قبل ايام بينكم وبين الرحال اللي في الرشيديه خاصه منطقه هذاك هذوك نقول لكم انا التفاصيل، هذوك ما جوج دراري صغار من هذوك الرحال ديال الشرق، ياك سمعت، كانوا سارحين الغنم وجاو وطلقوا على الخيمه، طلقوا على الخيمه ديال هذاك السيد من اللي هو من العقليم الجنوبيه، طلقوا على الخيمه ديالو وبداو سميتو، وقال لهم ها العار احترمونا، راه الخيمه راه عندها جديان، عندها خرفان، عندها كذا، راه غادي تدوا لي داك الجديان وداك الشيء الصغير اللي كنخليه عند الخيمه من اللي ما كيقدرش يمشي، ياك سمعت، باش نوضح لكم، نهضر لكم بالدارجه باش كل شيء يفهم. بداو يتزايدوا معاه في الهضره،
ناض جاب غيتفاهم مع واحد منهم، ناض واحد ضربو، ياك سمعت الدراري الصغار هادو، ناض واحد ضربو صافي تحاموه تما، بقاو كيضربوا فيه، ناض المشاكل وسوء التفاهم وهذا الشيء اللي كان. لهذا لافوت ديال هذوك فعلا ديال هذوك الروحه اللي كاين، ولكن حنا ما نعموا الروحه ديال الشرق كامل، ما نعموا، راه الناس فيها الصالح وفيها الطالح، الناس راه ما كاين مجتمع ما فيه الصالح وفيه الطالح، ما يمكننا نعموا الناس كامله. فعلا هذوك داروا لافوت، ولكن راه العداله راه دارت القانون ديالها ودارت الخدمه ديالها الله يجازيهم. تم القبض على هذوك الدراري، ترى ما مربينش، راه الحمد لله غيتربيهم العداله. وهذاك السيد نطلبوا ليه الشفاء، راه لحد الان باقي في السبيطار مهرس جوج هروسه في يديه، وحشومه عيب ياك، حشومه عيب، هذا الشيء عيب. ولكن اللي عنده شي دراري والله اللي عنده، كنوجه عاوتاني رساله للكسابه ورساله سميتو، اللي عنده شي دراري يحكم فيهم، يحكم فيهم وينصحهم ويردوا على ديال الناس وينهوا على ديال الناس، وإلا كان شي خيمه يبعدوا منها، وإلا كان شي دوار يعطوه شويه ديال المسافه باش ما يبقى بينهم مع المشاكل. إلا جا شي واحد يتفاهموا معاه بالتي هي أحسن، تكون المفاهمه، يكون الحوار، يكون الحوار الكلام مزين حلو باش ما توقع الاصطدامات. هذا الشيء اللي كنطالبوا، هذا الشيء اللي كان. الكلام واضح أستاذ. يعني آخر سؤال بالنسبة لنا احنا كجيران الجزائر الوطنية في 24، ما هو موقفكم حول قانون 1313 القاضي بتنظيم الترحال الرعوي لإقليم تيزمين؟ احنا مع النظام، القانون احنا مع القانون، ولكن القانون خاصو يكون يصب في مصالح الجميع، خاصو يكون يصب في مصالح الجميع، في مصالح ديال الكسيبة الكسابه، وفي مصالح ديال 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 الجميع، ديال الساكنه وديال الاماكن. لهذا القانون كيقول لك الرخصه، خصك تجيب تمشي حتى تجيب الرخصه. ذاك النهار حبسونا من الداخل، ما خلوناش نمشوا، تكرفصت الغنم ضاعت، هذيك الغنم شكون اللي بغى يعوضها لنا؟ شحال ديال الكسيبه ضاعت، الميامي ديال الكسيبه ضاعت نتيجه الحصار للشاحنات على القوس ديال القليميم، على في الباب ديال القوس ديال القليميم في الطريق اللي غاديه الداخله، ازيد من 200 شاحنه حبسوها هما اللي في واد الشبيكه اقليم طنطان. هذا الشيء عيب، حشومه. علاش السلطه الى حبست هذوك الناس ما خلاتهم يدوزوا، حبست هذه الكسيبه ما خلاتها تدوز، ولكن اللي ضاع خصها تحمل مسؤوليته، خصها تعوض. داك الشيء راه الكساب مضرور، راه الكساب ضر في هذيك، راه ضروه بزاف. علاش هذا الشيء؟ علاش احنا فعلا مع النظام، ولكن التنظيم يكون عاوتاني ما يضرش. احنا التنظيم هذا ماشي تنظيم، هذا راه ضرر، هذا راه ما بقاش تنظيم، راه ولا ضرر. واش الكسيبه كتموت بالجوع وكتقول لي سير تسنى 15 يوم ولا شهر وانا ما بقى عندي باش نعلف، سير تسنى 15 يوم ولا شهر عاد باش نعاودوا عليك، واش تخرج لك الرخصه ولا ما تخرج؟ هاد الشيء راه ماشي معقول. هاد الشيء راه هاد القطاع راه غادي يمشي للهواء، راه شحال ديال الناس عايشه فيه، شحال ديال الناس عايشه فيه، شحال ديال الشاحنات، ديال الكسابه، ديال الدراري، ديال الدراري كيقراو منه، شحال النساء، شحال ديال النساء عايشين فيه، والناس صابرين على الجفاف وصابرين وسامحين بحقهم وصابرين البرد وصابرين الشتاء وصابرين شحال من حاجه، وما كيهضروا مساكن ما والو، ورغم ذلك تغطوا عليهم بالقانون. لا 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 لا، خاص الا كان القانون خاصو يكون معاه ميزانيه ديالو، تعويضات، شي حاجه. ساهل نفرضوا القانون من الناحيه الامنيه، ولكن من ناحيه الفلاحات خاص حتى هي تحط واحد المبلغ مالي دعم به القانون، دعم به الكسابه، دعم به تعويض الغنم اللي كتموت نتيجه الحصار ديال هذاك النهار، راه خاص التعويض. راه كنطالبوا الحكومه على انها تعوضنا في هذاك الغنم اللي فرغت لنا، في هذاك الغنم اللي ماتت. راه شحال ديال الغنم ماتت، وكان الناس ضاعت لها بزاف ديال الكسيبه وتكرفصت الناس، وكاين اللي تفرقت ليه الكسيبه ديالو، شي من الكاميونات، كاين اللي عنده 4 الكاميونات 5 الكاميونات، كاميو حبسوه هنايا وكاميو تحبس ليه في الشبيكه، وشكون اللي بغى يقلب هذيك البهايم؟ شكون اللي بغى يعطيها ما تاكل؟ شكون اللي بغى يعطيها؟ ما جابوا لها ولو بالا وحده ديال التبن ولا ديال الزرع ولا ديال كذا ولا ديال الفصه، جابوها لهذيك الكسيبه يعطوها لها. هذا شيء حشومه عيب. يعني كلمه اخيره ورساله للمسؤولين وساكنات رساله ساكنات سوس وساكنات الرفحه الاخرين. رساله للسلطات، الله يجازيكم، خصكم تفهموا الامر وما تبقاوش، يعني خاصكم تفهموا الامر وتتعاملوا مع الكساب التي هي احسن، وتتعاملوا مع الكساب مضرور،
الكساب مضرور في السنه ديال 2020 راه تهلك، راه كلشي هذا الشيء جاه التعويضات، كلشي القطاعات جاهم التعويضات الا قطاع الكسيبه ما شدش التعويضات في صندوق كورونا. هذه راه ما استفدناش احنا منه، صندوق كورونا المدعم من طرف جلاله الملك راه ما كاين لي ما جانا منه ولا درهم، ما استفدنا منه احنا الكسابه، احنا الكسابه. بالنسبه هذه من جهه، بالنسبه للرساله للساكنه ديال سوس الله يجازيكم انتم، احنا 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 رانا وطن واحد، لا تقولوا هذا لا هذا كساب ولا، احنا رانا وطن واحد، احنا رانا بحال الصحراوي بحال الشلع بحال كيف ما كتجوا عندنا احنا للداخل والصحراء وهذا، حتى احنا نجوا عندكم هنا ياك سمعتوا مرحبا بكم عندنا وحنا مرحبا بنا عندكم. والله يجازيكم تفهموا الامر، والانسان يتساعد ويكون الحوار يكون هذا ويتساعد. هذا رساله للكسابه، ردوا على ديال الناس الله يجازيكم، وكونوا تقاريين وكونوا في المستوى الله يجازيكم، وراكم لحد الان الحمد لله راكم في مستوى والله يجازيكم وشكرا. يعني كما شاهدتم كما تابعتم كما استمعتم لموقف رعاة الرحال بالصحراء، رعاة الرحال الصحراويين، يعني كلام واضح. وبهذا نصل إلى نهاية هذا المباشر. نشكر جميع متتبعين ومشاهدين الجريدة الوطنية تحقيق 24 على حسن الإصغاء والمتابعة. معكم مراسلكم عبد أموسى من مدينة تيزنيت، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.